لاباس عليكم، عواشركم مبروكة وعيدكم مبروك، تعيدوا بصحة والسلامة وطول العمر يا ربي يا ربي. اليوم ان شاء الله رجعت معكم فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غنحضروا تقلية، تقلية ديال العيد، كلشي راه كيعرفها او الكرشة بطريقة بسيطة، يعني مكونات بساطين، يعني سهلة ودغيا دغيا. المهم ندوزو المقادير ديالنا. غنحتاجو الكرشة، غنحتاجو الكرشة، غنحتاجو واحد البصلات يعني كبارين، هما هادوك، الليمون مسير، شويه المطيشه ديال الحك، شويه ديال القزبر، معدنوس، الهريسه، شويه ديال الثومه، العطريه ديالنا غادي نحتاجو شويه ديال الفلفله حمراء، شويه ديال البزار، شويه ديال الكنجبير، ما نكثروش من الكنجبير باش ما يعطيناش النوره، شويه ديال الكمون، المهم معلقه معلقه، هذه نص معلقه تقريبا صغيره، واحد المعلقه ونص ديال الفلفله حمراء، وشويه ديال ملون غذائي. يمكن لكم تعوضوه بالخرقوم البلدي، وما نساوش الليمون مسير وزيت الزيتون او زيت المائده. ونمروا لطريقه التحضير. هاك من بعد ما ضفنا الكرشه ديالنا نضيفوا ليها البصله، بصله مشوضه رقيقه او مشكوكه، داكشي اللي بغيتو، العطريه، الليمون مسير، غير اللب ديالو الدخلاني، شويه المطيشه ديال الحك، قزبر ومعدنوس، قزبر ومعدنوس، وشويه ديال الهريسه والثومه، وغنضيفو شويه زيت الزيتون. يمكن لكم تنقصوا من الزيت، يعني الا كان فيها الشحمه وهذا، انا ما خليتش فيها، ما فيها حتى هذه الشحمه، لو ضفتها مزيان ما خليتش الماء فيها. والملحه ما ضفتهاش، علاش ما ضفناش الملحه؟ لان عندنا الهريسه تقريبا مالحه، وهي اصلا غسلناها، كنغسلوها يعني بالملحه والخل، يعني كتكون مرقده ديجا، مرقده في الملحه والخل. المهم هذه الطريقه ديالها. غنديروا الماء، يعني الملحه حتى تذوقوها، يعني الليمون مسير مالح، الهريسه مالحه، يعني ما تضيفوش الملحه حتى الاخر، تذوقوها. انا دابا كيسان تاع الماء صافي، ها انتما، يعني غير نحسوا بها، يعني بلا ما تغطى لينا حتى لتحت، ها انتما، يعني الكميه ديال الماء كافيه. ولكن الا كانت كوكوط عندكم تتشرب الماء ولا شي، من الاحسن ديروا من الاول تزيدوا الماء، باش ملي هذا ما تحلوش عليها وتزيدوا لها الماء، لان ملي كنزيدوا لها الماء راه تتبسل. دابا تجي عاقده واقفه في داك المريقه ديالها. نزيدو واحد شويه تاع الماء، المهم ما نخليوهاش غير الماء هذا، هانتوما هذا هو القياس، يعني بحرا تجي هي هادي، خصنا يبقى لنا غير داك الزويته ديالها، يعني مقليه تجي صافي. المهم طريقه بسيطه سهله دغيا دغيا كيما هذا صافي. وغادي نشدو عليها، نشدو عليها ونديروها على البوطه، انا ما شحرتها ما والو، كاين اللي كيشحر، يعني كل واحد وطريقته. انا الطريقه اللي ما كنشحرهاش، كندير لها كلشي وكنسد عليها. المهم ونتوجد ونرجعوا نشوفوا ان شاء الله شحال دوزات لينا ديال الوقت، ونتلاقاو ملي طاب لينا. وهاد التقليه ديالنا من بعد ما طابت، نتمنى انها تعجبكم وتنال الاعجاب ديالكم. المهم انا راه ما زدتلاش ملحه، قلت لكم نصبتها بلا ملحه، لان الهريسه والليمون مسير والزيتون كلشي مالحين، يعني جات هي هذيك. عواشركم مبروكه وعيدكم مبروك، تعيدوا بصحه والسلامه. الى عجبكم ما تنساوش الاشتراك في القناه باش يوصلكم كل